فخر الصناعة الروسية، كتلة نار متحركة، قنبلة موقوتة، أعظم سونا قد عرفتها البشرية. سرعتها لا تتعدى 40 كيلومترا في الساعة الواحدة. صممت خصيصا من أجلك أنت. قد تكون اقترفت الكثير من الذنوب في حياتك، ولكن صدقني لن تحس بالمعنى الحقيقي بتكفيرها إلا عند ركوب هذه الفارهة المغرورة. فيكفي أن محركها أسفل مؤخرتك مباشرةً.